البنات كي دايرين لاباس عليكم بخير نتمنى تكونوا كاملين بخير. المهم اليوم غادي ندير لانشوبه لي زانشوا غادي نقليهم هنا دايره شويه ديال الدقيق مع الملح وهنا درت لي سلطات. المهم انا فاش نجي للمغرب خصوصا في الصيف ندير بزاف لي سلطات. المهم خفيت بوجدت معكم هادي ودرت الشلاطه تاع الرز فيه ماتيشا والمايس. المهم راه الزيت ديالي سخنات ولي زونشوا شريتهم البارح البنات في المارشي. المهم سردين لي زونشوا راه جدادين باقي قديتهم البارح. المهم نقيتهم انا تنحيد لهم الراس كاين اللي تيخلي فيهم الراس يس يعني من الراس ديالهم انا لا ما تعجبنيش راسو اللهم تنقيو تنخلي في الثلاجه المهم تكثر مزيان عند الثلاجه تنحمق على تنشوف هاد البنات عزيزه عندي كثر من السردين حتى السردين تعجبني مي بزاف تنشوف مع الاحباب. المهم البنات هذه هي الطابله ديالي طابله سامبل. المهم انا غادي نخدها كيف تشوفوا لي زونشوا راه باقي تيتقلاو باقي يعني كاين باقي تنقلا وتنتمنى يعجبكم هذا الغديوه وصحتكم وحقكم في الجنه البنات. المهم البنات كاين عندي الماء الماء عشمان الماء المهم تنغسل الماء هذا باش تغسل الماء عندي هاد الشبكة ونشتو الروتين ديالي الغدا ودابا نغسل الماء معنديش الماكينة هاد يعني معنديش ماكينة الماء على البنات. ومن بعد نعمر اتاي ما نبتي قردو انا بحال هنا بحال فرنسا يعني كناكل ديما في الطراس وخا يكون الطاجين كناكل واحد وتبصيلو ولفنا ولفنا ناكل في الطراس غير هنا. المهم جس جاتنا نشوفها بنينه تبارك الله البنات ولي سالات تاع هما turn us to thousands and we'll grow.
الماء الجافي المهم البلاد انا عمرها اتاي المهم البلاد انا دابا صافي نسخن الماء وغادي ندير اتاي غندير واحد 4 معالق ديال الرز كبير تبارك الله معالق صغار ولا غادي ندير المهم درت 3.5 معالق كثير اما التشريله الثانيه غادي نخويها وغادي نرد هذا الكاس انا غادي ندير غير هاد النص ديال السكر مع فاش تندير وحده تتكون يعني ما داك هذا تيجي بالريحه حلو ما تقدش غير الهواء
تشوفوا البنات صافي عمرتها حتى هي درت غسلت الماء والمهم كيف شفتوا الفيديو تنتمنى يعجبكم وشكرا لكم وتنتمنى يعجبكم في المره القادمه ان شاء الله الى قالها ربي. السلام عليكم المعلمه بقيتين تشوفوا.